طيب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده هيكون عن مدى تمسك الكراش بيك. الشخص ده عاوزك، معجب بيك، انت مهم ولا لأ بالنسبة له؟ الشخص ده انت من اولوياته؟ طب هو بيفكر فيك، بيراقبك، عاوزك في حياته كإعجاب ولا عاوز يستقر معاك؟ هنشوف طاقة الكراش حاليا بيفكر فيك ازاي ومدى تمسكه بيك. القراءة دي هتبقى بأول حرف من اسم الكراش أو باختيار الأحجار. خليني أقول لكم الحروف الأول. مجموعة رقم واحد حرف الألف، النون، الحاء، الر، الف، السين، الواو، الميم، الجيم، الدال، الطاء، الياء. تاني مجموعة حرف الب، الخاء، الزين، الزال، القاف، الشين، الت، الصاد، العين، الظاء، السه، الكاف، اللام، الغين، الضاد، الهاء. أو باختيار الأحجار. طيب اطلع لكم كده حجرين. حلو ده، ناخد ده. تمام. مجموعة رقم واحد هتبقى بالبلاد جاسبر اهو. مجموعة رقم اتنين هتبقى بحجر اللازورد. شوفوا الحجر اللي يناديكم، اللي تحسوا ان الحجر ده بتاعك او لونه خطفك، يبقى القراءة دي بتاعتك. طيب لو انتوا اول مرة تشوفوني، ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. ولو حد حابب يحجز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب، هتلاقوه دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. وان شاء الله هجاوب الناس اللي فازت بالقراءات المجانية اخر الفيديو ده باذن الله. ولو انت كمان عاوز تفوز، اعمل كومنتات كتيرة على الفيديو ده بسؤالك وان شاء الله اجاوبك الفيديو اللي جاي. تعالوا كده نبتدي بمجموعة رقم واحد ونشوف. الطاقة بتاعتكم الاول، طاقة مجموعة رقم واحد. نعرف طاقتكم دلوقتي عاملة ازاي عشان لو الطاقة ما انطبقتش تشوف مجموعة رقم اتنين على طول. وقع لوحده وهسيبه. شكلك كده عاوز تبتدي بدايات جديدة، عاوز تنهار من داخلك، عاوز تطلع من اللي جواك، عاوز تعمل حاجة جديدة. اهو بص، انت بتفكر انك تعمل حاجة جديدة دلوقتي في الفترة الحالية. عاوز تخرج من طاقة الكبت، عايز تخرج من طاقة الحزن، عاوز تخرج من طاقة التخفي والمراقبة في الخفاء، عاوز تنتقل. يمكن عاوز تسافر، عاوز تخرج تشوف ناس جديدة، تتعرف على ناس جديدة، تخش حياة ناس جديدة وناس جديدة تخش حياتك. شايفة ان انتوا مصابين بالعين او بالسحر، وانتوا عارفين الموضوع ده وبتحاولوا ان انتوا تعالجوه، بس مش متأكدين، يعني ما بين اه ولا. بس فعلا انت مصاب بالعين وده واضح جدا قصادي. ولو انت شاكك ان انت مصاب بالسحر، فحاول ان انت تشوف طريقة او تعمل حاجة بعيدا عن جو الناس اللي بتقول مثلا تعالوا اعمل لكم مثلا حاجة لفك السحر والكلام من ده. انا مش بقتنع بيه نهائي، واقتناع التام ان الواحد هو اللي بيساعد نفسه وهو اللي بيفك السحر او الحسد عن نفسه بآيات الله، غير كده بيبقى نصب. تمام. طيب شايفة فعلا ان انت في سحر او في طاقات سلبية كتيرة حواليك، بتحاول ان انت تشيلها، تحاول ان انت تبعدها. طيب هظبط لكم الكاميرا عشان تشوفوا معايا الورق. طيب تمام كده، عشان تشوفوا معايا الورق كله ويبقى واضح قصادكم. شايفة طاقة حزن داخلي، طاقة تعب، طاقة الافكار، الأفكار تعبتك والأفكار بتاكل في جسمك. يعني شوفوا هيئة الطائر ده هي الأفكار، وبصوا هم عاملين ايه في الراجل ده. فأنت في الطاقة دي، بس الحمد لله، الحمد لله ان الكارت ده طلع لي. انت رايح لطاقة استشفاء، او انت بتبتدي تعرف الطريق الصح اللي تمشي عليه وتبقى حياتك مظبوطة، حياتك تمام، مفيش حاجة مضايقاك، مفيش حاجة مزعلاك، والأفكار كلها السلبية دي تطلع بره طاقة. يمكن طاقة إن أنت تطلع بره تشوف ناس جديدة، تسافر، تغير مكان. يمكن أنت كده بتبتدي إن أنت تصلح من طاقات السلبية اللي حواليك. طيب
شايفة ان انت انسان مخلص جدا جدا جدا، ولكن انت انسان ما شفتش خير من حد، ما شفتش ناس كويسة كتير في حياتك، يمكن 1% من الناس اللي انت شفتهم كويسين، الباقي كله ناس بتحطم فيك، ناس مش كويسة، ناس وصلتك لحالة التطور، انت من جواك شخص مخلص وما بتحبش كده. طيب شايفة كمان مسج، انت يمكن في مسج هتجيلك قريب، او انت بتفكر تبعت مسج لحد. لو انت بتفكر ان انت تبعت مسج لحد فعشان كده الكارت ده طلع. طب لو انت مش بتفكر يبقى في مسج جاي لك من حد، المسج دي هتفرحك. تمام، انا بحاول اظبط لكم الكاميرا عشان تشوفوا معايا الورق كله اللي انا شايفاه ويكون الحروف مظبوطه برضو قصادكم. تمام، طيب تعالوا ناخد كروت من كروت الانرجي برضو عشان نعرف طاقتك دلوقتي. طيب انت عامة ممكن جدا تكون من برج الحمل او برج العقرب او برج الحوت، دي الابراج اللي ظهر قصادي دلوقتي. انت في انتظار المال الفترة دي وبتحاول التوازن، بتحاول التوازن وفي انتظار المال، كمان في انتظار الحب، الاعتراف، وانت نفسيتك متدمره، نفسيتك زعلانه، انت بتتخنق كده، تبقى قاعد مره واحده تلاقي نفسك انت مخنوق ومفيش اي حاجه حصلت في حياتك، مفيش اي حاجه جديده، ولكن بتلاقي نفسك اتغيرت كده في لحظه وحسيت بحاله الخنقه، حسيت بحاله ان انت حاسس بضيق داخلي. ده باين جدا. في انت في انتظار المال، انتظار الحب، بتحاول التوازن في الفتره الحاليه والخروج من هذه الطاقه. طيب تعالوا بقى نشوف الكراش اخباره ايه. الكراش اخباره ايه؟ تعالوا كده، تعالوا كده نشوف الشخص ده عاوزك، معجب بيك، حاسس بمشاعر من ناحيتك، فعلا انت مهم عنده، انت من اولوياته. تعالوا كده نفصصه ونعرف هل الشخص ده من اولها كده ظهر لي شخص مخفي، شخص بيتصرف في الخفاء. طيب حلو، حلو جدا. بصوا يا جماعة، أنا من ناحية المشاعر أو من ناحية إن هذا الشخص يكن لك المشاعر، أيوة الشخص ده يكن لك المشاعر، أنت مش بتتوهم هذا. أنت عندك طاقة الـ 10 of pentacles، سوري الـ 10 of cups، الشخص ده يكن لك المشاعر، في مشاعر فعلا انت مش بتتوهم، ومشاعر كمان فيها حتة الامل، ان هو عنده امل ان انتوا تكونوا مع بعض، او امل في علاقة مستقبلية بينكم. شايفة 3 of pentacles، يمكن الشخص ده كل همه ووقته للشغل، لحياته، لطموحه، لمستقبله، سواء هذا الشخص هو شغال او سواء هذا الشخص هو لسه بيدرس، كل واحد طبعا على حسب الكراش بتاعه. شايفة الكارت ده، وهذا الكارت يدل ان هذا الشخص يمكن شخصيتين في بعض، شوية بتشوفه ملاك، شوية بتشوفه شيطان، شوية بتشوفه مهتم، شوية بتشوفه لا مش مهتم وانت مش في باله، هو شخصيتين في بعض. وده فعلا يا الكروت دي بتفسر كده، يعني الكروت دي معناها كده ان هذا الشخص بشكلين، او بيبقى حاجتين في بعض، او شخص مودي متغير المزاج. شايفة ان هو بيتعامل معاك في الخفاء، يمكن لو بيعبر لك عن حبه فقليل جدا، او لو بيعبر لك عن مشاعره واعجابه برضه قليل جدا، يمكن انت حاسس ان هذا الشخص ماكر او خاين او بيضحك عليك مثلا وانت مش عارف، بس انا شايفة ان هذا الشخص بيكن لك الحب، هذا الشخص بيكن لك الحب. طيب شايفة ان هو بيتعامل معاك بشوية تجاهل، بشوية لا مبالاة، بشوية اون اوف، بس في حب بداخله. طيب الشخص ده معجب بيك، معجب بيك، معجب بيك وبيكن لك الحب وفي مشاعر بداخله. بعد كده نعمل توضيحات بالكروت دي ونشوف اكتر. الشخص ده كراش مجموعة رقم واحد، عاوزهم معجب بيهم، هم مهمين في حياته، هل هم أولوية؟ حلو. بصوا الكارت ده هو الكارت ده، وأنا بشوف الكروت دي دايما، أو كارت الفور اوف وانز بشوفه دايما خطوبة، يعني شايفك خطوبة، شايفك كخطوة، فده حلو جدا، حلو.
شايف معاك الاحتفال، شايف معاك البهجة والسعادة، الشخص ده بيفكر فيك دايما، مسيطر على مشاعره، بصوا طلع له كارت الامبرور في المشاعر، فهذا الشخص هو مسيطر على مشاعره، مش عاوز يبين لك المشاعر دي، مش عاوز يبينها لك ومش عايز يوضحها لك ومش عاوز يبينها حتى لنفسه، يعني بينه وبين نفسه عنيد جدا في موضوع المشاعر والاحاسيس الداخليه. الشخص ده في حاجه في حياته تعباه ومقرقاه دايما وعلى طول في طاقة تفكير، ويمكن يكون هذا الشخص هو من برج هوائي. بصوا كم سيوف اللي طلع قد ايه في كروته. الشخص ده هوائي وعلى طول هو في طاقة تفكير فيك وفي المشاكل اللي عنده. طيب سؤالنا، هل الشخص ده معجب بيك؟ في مشاعر؟ في مشاعر. معجب بيك؟ معجب بيك. طيب تعالوا نشوف بقى، انت مهم في حياته، انت مهم عنده، انت ليك اولوية، انت رقم كام وعاوزك يعني يرتبط بيك ولا عاوزك يكمل معاك؟ بس انا شايفة هنا كارت الفور اوف وونز بيدل على الخطوبة، يعني الارتباط. تعالوا كده نشوف. هذا الشخص انت مهم عنده ولا لا، عاوزك في حياته ومدى تمسكه بك. وده عاوز يجدد حياته بيك، ده هو مسحور بيك، مسحور بيك، حاسس ان انت سحره. واو، كانت التين اوف بنتكلز هنا بيدل على الاستقرار والعيله والاسره، وان يكون في بينكم حياه مش مجرد اعجاب وقتي ويروح. هو شايف كده او هو حاسس من ناحيتك بكده، انت سحره. خليه على طول يفكر فيكم، خلي على طول دماغه تروح ناحيتك. اذا انت قنعه بدماغه، يعني في اقتناع بدماغه، ودماغه دي هي اللي خلت فيه مشاعر، لان الشخص ده بيحب من عقله الاول. طيب شايف ان الشخص ده عاوز يصلح حاجات في حياته، وتعب في حياته في حاجات كتير، ولسه شغال على حياته، وعلشان كده هو عاوز يجدد حياته بيك، عاوز ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، عاوز تكون أنت البداية الحلوة لي، تكون أنت الخير والأمل اللي يقوده لحياة أحسن، لحياة أفضل، لحياة فيها سلام داخلي، لحياة ما فيهاش شكوك، ما فيهاش حيرة، ما فيهاش قلق، ما فيهاش صراعات. الشخص ده تعب من الصراعات وشايف أن أنت الركن الآمن لي. فبالنسبة الشخص ده عاوزك، وعاوزك بالظبط اللي هو يرتبط بيك ولا يخش معاك في علاقة ارتباط وزواج. بيفكر فيك كارتباط وزواج، مش حكاية ان هو يتعرف عليك شوية، يتكلم معاك شوية وخلاص. طيب تعالوا كده نشوف، هل انت مهم عنده؟ هل انت مهم عنده؟ ده انت الكينج اوف سورد، ده انت ملك التفكير كله، فهو ما بيفكرش الا فيك. طلع لك كمان الكارت ده وبيدل، انت لو بنت شافك انثى محترمه وانثى ليكي حدود وعارفه انت بتعملي ايه في حياتك، شايفك ناضجه وعاقله، ان يكون في بينك وبينه علاقه زواج. فهل الشخص ده انت مهم عنده؟ انت مهم عنده، وانت مستحوذ على تفكيره، بيفكر فيك جدا، يعني هو مشغول وبيفكر فيك بدرجه كبيره. انت من اولوياته؟ انت من اولوياته، بس الشخص ده عنده مشاكل و حاجات كده في حياته مش مظبوطة، بيحاول انه يحلها. على فكرة هو مش ساكت، هو بيحاول انه يحل هذه المشاكل ويقف ضد التيار، لو في تيار يقف ضده، علشان هو مش عاجبه حياته، عاوز ينتقل من مرحلة لمرحلة، عاوز يكون في حياة فيها امل، حياة فيها استقرار داخلي يشعر بيه. طيب تعالوا بقى ناخد لكم كده الشخص ده مدى تمسكه بيك، وهقول لك كام بالظبط مدى تمسك هذا الشخص. في مجموعة رقم واحد، يا سيدي ده متمسك بيك حتى الموت، متمسك بيك حتى الموت، يعني الشخص ده في تمسك رهيب رهيب وعنيد عليك، يعني الشخص ده بيعند ان انت تكون في حياته.
بيعند بقى مع أقداره، يعني محدش بيعند مع القدر يعني، ولكن بيحاول إنه يغير من حياته، أو يغير مع اللي مكتوب، أو يدعي ربنا إن حياته تتحسن للأفضل. هو متمسك بيه جدا. كارت ذا إمبرور شخص عنيد وبيتمسك بالحاجة لحد ما بياخدها. فالشخص ده متمسك بيه جدا بدرجة كبيرة، يعني نقول مثلا فوق 90%. الشخص ده متمسك، ده طالع له كارت الإمبرور، كارت الشخص العنيد. فهو عنيد في الحاجة اللي هو عاوزها، وهو عاوزك. طيب عندي هنا برج الحمل وبرج العقرب وبرج الأسد. بس كده. تعالوا نخش على مجموعة رقم 2، حجر اللازورد. الناس اللي اختارت حجر اللازورد أو أول حرف من اسم هذا الشخص، أهو حجر اللازورد. طبعا انا حاطه الاحجار دي في بخور عود عشان تبقى الطاقه فيها جامده، يعني الطاقه توصل لكم وبطاقتكم تقدروا توصلوا لي الطاقه واقدر اني اتواصل معاكم. طيب تعالوا كده نخش على مجموعه رقم 2. تعالوا كده نبتدي بطاقة مجموعة رقم 2 ونشوف يا ترى طاقتكم عاملة ازاي دلوقتي، لو الحرف من اسم الكراش او باختيار حجر اللازورد. تعالوا كده نشوف طاقتكم عاملة ازاي. ده انت في طاقة مراقبة وحب شديدة يا مجموعة رقم 2 لهذا الشخص. فرحان من جواك، انا شايفة ان انت بتبقى فرحان من جواك وانت بتعرف اخبار هذا الشخص، وانت بتدور وراه بتحس بالسلام الداخلي. انت بتحس بالراحة، بتحس بالاطمئنان، بتحس ان انت مبسوط كده وانت بتراقب هذا الشخص. يمكن يكون الشخص ده الكراش بتاعك، ده هو معاك في العمل، ممكن يكون هذا الشخص كمان هو رئيسك في العمل. تمام. شايفاه شخص تقيل قوي، يعني شخص واخد وضعه. انتوا بتكرشوا على شخص واخد وضعه، شخص عنده يمكن سلطة، شخص مستواه الاجتماعي مستواه المادي كويس. شايفاه شخص عنيد وانت بتكرش عليه، ويعجبك هذا الشخص جدا وبتحس بالسلام والامان لما بتشوفه، لما بتراقبه، لما بتعرف اخباره، لما حد بيقولك عليه حاجه، لما بتسمع اسمه انت منجذب ليه في كل حاجه. يمكن يكون العلاقه دي علاقه جديده، يعني الشخص ده انت لسه متعرف عليه، ما كملتش معاه كتير، وحسيت بانجذاب غير طبيعي تجاهه، وحسيت ان هذا هو الشخص المناسب ليك. ممكن يكون الشخص ده هو معاك في العمل، او الشخص ده هو بعيد عنك في المسافة وانت بتراقبه وعاوز تعرف اخباره دايما، وعاوز تعرف هو بيعمل ايه. شايفاك بتراقبه في الخفاء من غير ما يعرف، في كتمان وسرية لمشاعرك ناحيته، مش عاوز تبين خالص 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 خالص، بس انت بتحبه جدا. يعني سبحان الله، على الحب ده على كراش لسه، اما لو في اعتراف بقى وفي مشاعر وفي الشخص ده جه يتكلم معاك هتعمل ايه؟ ده انت بتحبه قوي، في مشاعر رهيبه قصادي الشخص ده، انت بتحبه، حاسس بمشاعر رهيبه تجاهه، منجذب ليه دايما، بتفكر فيه على طول، ولكن خافي خافي كل المشاعر دي جواك انت لنفسك، ما بتبينش اي حاجه. تعالى كده نشوف اكتر عن طاقتك دلوقتي. طاقه مجموعه رقم 2. انت بتحلم معاه ببيت واسره واطفال، يمكن تسميت اطفالكم خلاص، في مشاعر حب ورومانسيه واخداك ليه بدرجه فظيعه جدا، بس انت الامر قدامك مشوش، انت الامر قصادك مش باين، انت مش عارف الشخص ده بيكن لك مشاعر، الشخص ده فعلا هيكون كويس بالنسبه لك، هيعوضك. طيب الحب اللي انت فيه ده بتحبه قوي كده ليه ولسه مفيش اي حاجه؟ انت مش عارف. ممكن تكون انت من برج العقرب او من برج الكوس او برج الحمل، الحمل جدا 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 يعني. ما شاء الله انا شايفه وفره ماليه، او انت في طريقك الى الوفره الماليه، بتفكر في الهابي فاميلي، بتفكر في الاسره والاطفال، اهو زي ما طلع لك كارت التري،
ومستقوي القلب، يمكن انت بتبص للشخص ده لو شفته تكشر وانت بتحبه جدا، بس هو انت قصاده مبين ان انت اسد. يعني في وفرة مالية جاية لك، او انت ما شاء الله دلوقتي عندك وفرة مالية. طيب دي بالنسبة لطاقة مجموعة رقم 2. تعالوا نشوف بقى الشخص ده. هل بيكنلك المشاعر؟ هل في مشاعر جواه بيكنها لك؟ هل الشخص ده عاوزك ومعجب بيك؟ الشخص ده كان في حياته حب سابق ولحد دلوقتي جايله أزمة، بيخاف يحب، بيخاف انه يرتبط، بيخاف يخش في علاقة. الشخص ده كان في حياته شخص قبلك، والشخص ده خذله وعشان كده هو خايف. طيب بالنسبة لك انت، الشخص ده هو معجب بيك، بيكن لك الاعجاب، بيكن لك انك شخص مميز في حياته، مش شخص كده عدى عليه وخلاص، او شخص مثلا اي شخص كده وخلاص، لا انت شخص مميز في حياته، انت شخص فيك صفات هو شايفها ولمحها ولمسها فيك. طيب شايفة طاقة مراقبة عليك حتى لو انت بعيد عنه في المسافة، يعني لو مثلا الشخص ده كان صديق ليك من الطفولة ورجعتوا اتكلمتوا مع بعض تاني، بس هو في بلد وانت في بلد، ففي طاقة مراقبة عليك، في طاقة اعجاب، في طاقة مراقبة وشغف، يعني مش مراقبة بس، مراقبة وشغف. ولو الشخص ده معاك في العمل، فبرضه هو بيراقبك من بعيد لبعيد من غير ما انت تشعر، او يمكن انت شاعر بالموضوع ده، بس انا شايفه هنا عندي طاقة خفاء، الشخص ده بيتعامل معاك بخفاء. شايفه ان الشخص ده في حواليه ناس كتير معجبين بيه، والشخص ده عارف مين الشخص الكويس، مين الشخص اللي بيحقد عليه، مين الشخص اللي يتماشى معاه، ومين الشخص اللي يبعد عنه. هو شخص عارف كل حاجه ما شاء الله عليه، هو عدى بصعاب كتير وعرفته الفرق بين الناس، يعني من اول كده بيشوف الشخص يقول الشخص ده كويس الشخص ده وحش. عشان كده بقول لك هو شايفك شخص مميز، وشخص ليك كده حاجه خاصه عنده، في طاقه اعجاب قصادي. طيب تعالوا نعمل كده توضيحات. في طاقة شغف يا جماعة، يمكن الشخص ده هو مش بتتكلم معاه دلوقتي، والشخص ده انت هو انت وحشته، تمام، انت وحشت هذا الشخص. جايلي طاقة الهانجد مان، هذا الشخص معلق، هذا الشخص معلق بيك. يعني ايه معلق بيك؟ يعني ابتدى مشاعر الاعجاب تتحرك ناحية الحب والتعلق، ابتدى انه من جواه يبقى فيه مشاعر اكتر ليك، يبقى فيه مشاعر اكتر اتجاهك. شايفة كمان ان هذا الشخص هو شخص بيمشي تبع الاصول. يعني ايه؟ يعني ما يرضاش انه يعمل حاجة او مثلا يقدم عليك في خطوة وهو مش دارسها كويس وهو مش عارفها. يعني اتأكد لو هذا الشخص اتجه اتجاهك اكتر، او خد معاك خطوة، او ابتدى انه يتكلم معاك اكتر، او يقرب منك اكتر، يبقى هو كده شايفك بيت واستقرار واسرة وحياة. انا شايفة انه لسه هو مشاعر اعجاب لسه ما تحولتش، بس في طريقها للتحول، يعني في طريقه ما بين حتة الاعجاب والحب دي، حتة التعلق، هو ابتدى يتعلق، يعني ابتدى قلبه يدق لك. تمام، شايفه ان الشخص ده حنين جدا جدا، وشايفه ان هذا الشخص برضو شايفك شخص مميز من بعد ما كان في علاقه، والعلاقه دي هو ندم فيها جدا وحب ان هو خلاص ما يخشش في علاقه تانية من بعدها لانه اتوجع جدا. طيب ذا ستار طلعت لي بعد كارت خيبه الامل اللي هو كان فيها، يعني شايفك حد مميز بالنسبه له، او شايف فيك رؤيه جديده، حاجه جديده، يعني ان انت شخص غير الناس اللي كانت في حياته، او غير البنت او غير الشاب اللي كان في حياته او حياتها، على حسب انت شاب او بنت. طيب
شايفة قصادي كمان كارت عجلة الحظ، وهذا الكارت يعني إن هذا الشخص شايفك أنت شخص بالنسبة له جاي تعوضه مثلا، أو أنت جيت في سكته لهدف ما، هو عارف كده وحاسس كده من جواه. وإن أنتوا لما بتتقابلوا صدفة أو بيبقى حاسس إنه عاوز يكلمك وأنت بتتكلم معاه أو بيحصل أي حاجة ما بينكم، حاسس إن ده ترتيب إلهي من الله، دايما بيحس بكده في قربك. كمان في طاقة تفكير فيك الفترة دي. طيب يبقى هذا الكراش بيكني لك مشاعر إعجاب، بيكني لك مشاعر تعلق، مشاعر تفكير، مشاعر شغف. طيب تعال نشوف الشخص ده عاوزك كارتباط فقط، أو معجب بيك بهدف دلوقتي الارتباط، ولا بهدف إنه يكمل معاك لاستقرار، وإنت مهم عنده ولا لأ. تعالوا كده نشوف. ده بيفكر فيك، بيفكر فيك بس برضو مش بيبين لك. مسيطر على التفكير فيك، ومسيطر على انه يعبر لك او يوري لك انه هو بيفكر فيك. مش عارفة ليه حاسة ان العلاقة دي لسه في اولها ولسه ما كملتوش كتير يعني. لاني انا شايفة ان هذا الشخص بيفكر فيك، بيداري التفكير ده، يمكن بيجي يتكلم معاك في اي حاجة، يبعت لك مسج مثلا، تقعدوا كده تحكوا في اي حاجة، بس ما بيفكرش انه يتكلم معاك في مشاعر، بيبقى محتفظ بمشاعر المشاعر الخاصة او الاعجاب الخاص اللي هو حاسه من ناحيتك، بيبقى محتفظ بيه بداخله، مع انه جواه يعني جواه حاجات، جواه عطاء، جواه كلام، جواه مشاعر عاوز يتكلم فيها ويقولها. طيب الشخص ده هو معجب بيك فعلا، انت مهم عنده ولا لا؟ طبعا مهم، لانه بيفكر فيك. الواحد مش هيفكر في حاجة غير لو حاجة مهمة، يعني انا هشغل بالي ليه في حاجة مش مهمة بالنسبة لي؟ اكيد هشغل بالي في حاجة مهمة وحاجة اساسية في حياتي اكون انا بفكر فيها. طيب يبقى انت مهم عنده جدا. طيب تعالوا كده نعرف اكتر ونشوف الشخص ده عاوزك كاعجاب ولا عاوز يكمل معاك. ملك التفكير كله وملكة التفكير طلعوا لك. بيقول لك هانجد مان، هانجد مان يعني انت متعلق، متعلق بيك. والكارت ده كارت زواج، يعني الحمد لله انه طلع لي، وده كارت خطوبة، يعني الشخص ده نيته واضحة وصريحة من جواه، بيفكر فيك. يا ما شاء الله، يا ما شاء الله على الكروت اللي طلع لكم، يا مجموعة رقم اتنين. الشخص ده بيفكر فيك كارتباط، وكأنت شخص تديله الحاجات اللي ناقصاه ويدي لك الحاجات اللي ناقصاك، يعني تكملوا بعض زي كده. ما انتوا شايفين الكاس ده بيدي ده والكاس ده بيدي ده، وده دليل على السلام، دليل على الامان. الشخص ده عاوز كده او بيفكر في كده، او هو محتاج كده في حياته، شايفك شخص مناسب جدا بعقله وبتفكيره وبحته الاعجاب دي اللي واخداه لنقطه الشخص المعلق. بصوا المشنقه، هو اتعلق خلاص، انت علقته. يعني انت لو بتسأل الشخص ده انا علقته ولا لسه، الشخص ده بقى يفكر فيا ولا لسه، انت علقته وبقى يفكر فيك. والكارت ده كارت زواج، لو شايفين علامة الميزان، فكارت برج الميزان ده دايما بيطلع لنا ككارت زواج. طيب طلع لي كمان كارت الجادجمنت، هو بيفكر انه يجيله العوض، هو اتعذب في حياته ونفسه بقى ربنا يعوضه بالخير، وبيفكر فيك كده على فكرة، بيفكر ان انت عوض جايله. وزي ما قلت لك من شوية كان طلع لك كارت الويل اوف فورشن، عجلة الحظ، وده برضو بيدل ان الشخص ده شايفك كأن انت شخص جايله من عند ربنا، مش صدفة، لا انت جايله لهدف، وهو عارف متأكد من الموضوع ده وحاسس ان فيك العوض. طيب تعالوا نعمل كده ونشوف مدى تمسكه بيك، مهم عنده ولا لا. فأنا
يطلع لك برج الأسد ويطلع لك طاقة الاتصال ما بينكم انتوا الاثنين. انت في بينكم اتصال روحي، في بينكم علاقة روحية انت بتحس بيه وهو بيحس بيك. يمكن انتوا الاثنين في حاجات او كلام بتبقوا قايلينه لبعض وبيبقى واصل لكم من غير ما حد يتكلم كلمة، فدرجة تمسكه بيك زي درجة الأسد كده، يعني شخص أسد. شوفوا الأسد لما يبقى عاوز حاجة بيتمسك بيها ازاي وبياخدها ازاي رغم كل الصعاب اللي بتقابله. يعني درجة تمسكه بيك عالية جدا جدا جدا، يمكن فوق 95%. شايفة حب، شايفة مشاعر حلوة جدا بتاخده ناحيتك. يمكن لسه ما وصلش لدرجة الحب اللي انت عاوزها، بس في مشاعر حب وانجذاب بتاخده ناحيتك وبتكتر اكتر كل يوم. وفي مشاعر تفكير مستمر. يعني انتوا لو لاحظتوا هنا كارت الفور اوف سوردز، وهنا برضو طلع لكم كارت الفوري، ففي تفكير مستمر فيك، في مشاعر بتاخده ليك وتفكير مستمر ليك. درجة تمسكه بيك درجة عالية جدا جدا جدا، زي درجة الأسد لما بيبقى عاوز حاجة محدش يقدر ياخدها منه، والحاجة بتاعت الأسد محدش يقدر يقرب عليها، ففي تمسك قوي في هذه العلاقة. طلع لي هنا برج الأسد، وطلع لي برج الميزان، طلع لي برج السرطان بشدة، وطلع لي برج العقرب، وطاقات هوائية كتيرة، وبرج الكوس، برج السرطان تاني طلع. فممكن تكون انت او هو من الابراج دي. طيب انا كده خلصت القراءة النهاردة، يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت عليكم. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. لو حد حابب يحجز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب، هتلاقوا دايما عندكم تحت في الديسكريبشن بوكس. تعالوا ناخد الناس اللي فازت بالقراءات المجانية الفيديو اللي فات. طيب مشاعر خبيب التلو لمروة الأسد، مشاعر خبيب التلو لمروة برج الأسد، ترى مشاعره ايه؟ ده هو زعلان ومتضايق. بص، يمكن انتوا كنتوا علاقة صداقة وكان مسيطر على مشاعره شوية، لحد لو هو كراش يعني، لحد ما بان في تصرفاته واهتمامه ان هو في مشاعر حب. طيب انا شايفة ان علاقة صداقة اتحولت لمشاعر حب، ولكن هذا الشخص حياته غير مستقرة بالمرة الفترة دي. طيب خطواته ايه؟ خطوات خبيب الدلو لمروة الاسد، خطواته ايه؟ بيصلح في حياته وبيصلح في المشاكل اللي عنده، وطول ما هو بيصلح هو معاكي برضو، عينه عليك وبيراقبك. ولكن هو دلوقتي في طاقة تصليح، عاوز يصلح حياته وعاوز يصلح المشاكل اللي عنده والضغوطات والحاجات اللي عليه. فخطواته دلوقتي مش باينة لأن هو بيحاول يصلح حياته، لسه بعد كده بقى ما يصلح هيعمل ايه او تغيير في الطاقة بعد كده هيحصل ايه، بس مشاعره ليكي مشاعر صداقة واتقلبت لحب. حاجة كده ناخد حد تاني. طيب رانيا ميزان وناجي جوزاء، هل يحبني وشايفني ازاي؟ ناجي جوزاء شايف رانيا ميزان ازاي؟ ناجي جوزاء شايف رانيا ميزان ازاي؟ هنشوف شايفك ازاي الاول. بصي، لو انت عارفه ان في علاقه معاه فهو شايفك الانثى الثانيه، لو انت عارفه ان هو شخص سنجل مفيش حد في حياته فهو شايفك الفرحه، بيشوفك انثى غامضه، انثى
بتعملي حاجات في الخفاء، هي يعني مش بتعملي حاجات في الخفاء اللي هو يعني بتعملي حاجات غلط، لأ، اللي هو حياتك في الخفاء مش علنا، يعني انت كتاب مقفول مش كتاب مفتوح. شايفك انثى متدينه وشايفك ان انت في طاقه تعلق ناحيته، انت متعلقه بيه يعني معجبه بيه. كمان بيشوفك ان انت عندك شويه تكبر وتجاهل تجاهه. طيب مشاعره ايه؟ نعرف مشاعره. مشاعره من ناحيتك فيها يا ما شاء الله، يا ما شاء الله، ده طلع لك كارتين زواج. مشاعره من ناحيتك بدماغه شايفك الأنثى المناسبة ليه للاستقرار والزواج، ولكن هو يعني شخص يمكن مش بيتكلم معاك في المشاعر دي، او يمكن بيقول لك نصها او ربعها لو انتم علاقة اصلا مش علاقة كراش. طيب مشاعره بيراقبك وشايف بدماغه ان انت الانثى اللي تصلحي ليه للزواج، ولكن هذا الشخص متكتف في امر ما، يمكن متكتف مع انثى تانية، يمكن هو متكتف في حياته مش مع انثى تانية. لو انت عارفه تمام، لو انت عارفه ان هو سنجل فخلاص، وهو متكتف في حياته وندمان وزعلان انه مش عارف ياخد خطوه جديه في حياته يكون فيها استقرار. بس كده، تعالوا نشوف سؤال تاني وخلاص كده، يعني شوف سؤال وخلاص. طيب نظرة طه تجاه ميم الدهب، ما هي نظرة طه تجاه ميم الدهب؟ نظرة طه تجاه ميم الدهب، بصي يا شريفة، إن يمكن هو قلبه موجوع أو زعلان منك في حاجة، تمام؟ لو مش زعلان منك في حاجة فهو قلبه موجوع في حياته عامة. نظرته ليكي إزاي؟ شايفة نظرة رحيل والله، يعني شايفة ان هو يمكن عاوز يمشي او عاوز يبعد او زعلان منك، او لو هو مش زعلان منك فهو عاوز يبعد ويمشي عن اي حاجة بتوجع قلبه ويبتدي بداية جديدة. شايف ان في كلام عاوز يقولهولك او في حاجات عاوز يعملها تجاهك. شوف كده، يمكن انت بالنسبة له كصديقة مفيش بينكم علاقة، ولكن هو شايفك ان انتي انسانة حنينة جدا وحاسس بمشاعر حنية ومشاعر كده زي انجذاب لحنيتك، تمام؟ لو انتي بالنسبة له كصديقة ومفيش اي حاجة بينك وبينه ومش زعلانين مع بعض. طيب لو انتوا زعلانين مع بعض فهذا الشخص يعني متأثر منك جدا وزعلان منك قوي، ويمكن بيحاول انه يبعد عشان زعلان منك. لكن لو انتوا مش زعلانين فهو عاوز يبعد عن الحاجة اللي مزعلاه ويبتدي بداية حلوة وجديدة بفرحة جديدة بأمل جديد، لأنه شعر اتجاهك شعور الاهتمام وشعور الحنان، انت انسانة حنينة يمكن عليه. كمان جايلك كارت الويل اوف فورشن، يمكن بيحس اتجاهك بمشاعر لقاء من عند الله، يعني انتوا اتقابلتوا من عند الله، يعني انتوا مش صدفة، لا انتوا لقاء مقدر ليكم ان انتوا تتجمعوا مع بعض وتكونوا في حياة بعض، تمام؟ بس زعلان قوي الشخص ده. طيب انا كده خلصت القراءة النهاردة، يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت عليكم. شكرا ليكم، باي باي.